السلام عليكم. على مدى قرون طويلة فاضت المنطقة العربية بسيل فكري ومعرفي حوى من أنواع العلوم والفنون، ما جعل الثقافة العربية إحدى أغنى ثقافات العالم بمحتواها، وهو ما عبر عنه المستشرق الساريتو في كتابه الحضارة بوصفه الجانب العلمي من هذه الثقافة قائلا: إنما أتت به الحضارة العربية في باب العلم ولا سيما العلوم وتطبيقها أعظم بكثير مما أتت به في هذا السبيل الدولة البيزنطية. ولعل من أخص خصوصيات الثقافة العربية أنها لم تكن ثقافة قومية، ولم يقتصر الإنتاج المعرفي فيها على العرب فقط، وإنما أسهم المسلمون من غير العرب بل من غير المسلمين في إثراء هذه الثقافة على نحو ربما لم يسبقها إليه أحد. لكن ما أهم مقومات الثقافة العربية وما أبرز ملامحها ومظاهرها؟ لماذا اختار المسلمون من غير العرب أن يدونوا علومهم وفنونهم باللسان العربي؟ وأي قيمة حضارية وتاريخية تمتعت بها الثقافة العربية في ساحة المعرفة الإنسانية؟ هذه محاور نطرقها في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب عن مقومات الثقافة العربية وخصوصيتها. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الفاضلين. الثقافة دور جوهري في بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتقدمه، فضلاً عن دورها في صناعة الوعي المجتمعي في مواجهة تحديات العصر ومشاكله المختلفة، وهذا ما مثلته الثقافة العربية عبر العصور، فقد كانت المرآة التي عكست طبيعة الحياة الاجتماعية والفكرية عند العرب، وساهمت في توضيح مكونات المجتمع العربي والقيم الأصيلة الخاصة به بكل ما تمثله من معارف وعلوم وقيم وعادات. مقومات عديدة قامت الثقافة العربية عليها وشكلت مادتها الأساس، ولعل من أهم هذه المقومات الدين الإسلامي الذي مثل طوال القرون الماضية جوهر الثقافة العربية وروحها بما يمثله من عقيدة وشريعة ومنظومة أخلاقية أعطت الثقافة العربية زخما وجوديا كبيرا. كما شكل العقل ركيزة أساس في بناء الحضارة العربية ممثلا بالنتاج العقلي الضخم الذي خلفه العلماء والمفكرون العرب بمختلف العلوم والآداب والفنون وتراث فكري كبير أثر في الإنسانية جمعاء، هذا فضلا عن الطابع الوجداني للثقافة العربية بما يحويه من ذوق مرهف ومشاعر إنسانية معبرة. كانت اللغة العربية أداتها بما تملكه من قوة وجمال، أثرت الثقافة العربية ونقلتها إلى شعوب وحضارات أسهمت هي الأخرى في تعزيز دور الثقافة العربية. ظلت الثقافة العربية لقرون الموجه الرئيس في بناء الحضارة الإنسانية، لكنها اليوم تواجه تحديات جمة، ولعل في مقدمتها العولمة التي تسعى لهيمنة الثقافة الغربية في المجتمع العربي، مستفيدة من الانفتاح الثقافي الذي تقوده ثورة تكنولوجية هائلة، وهو ما يتطلب جهدا جمعيا للدفاع عن الثقافة العربية وبيان أهميتها لاستعادة رونقها ومكانتها التي تستحقها. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ شادي أبو عويمر الباحث والأكاديمي، وعبر سكايب من ستوكهولم في السويد الأستاذ محمد خليفة الكاتب والشاعر. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ معك أستاذ شادي، عندما نتحدث عن الثقافة العربية فعن ماذا نتحدث بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن الثقافة العربية نحن نتحدث عن موروث حضاري عمره آلاف السنين، ولا نتحدث فقط عن الموروث الحضاري الإسلامي، نحن نتحدث عن أمة لها جذور ضاربة في الأرض، نحن نتحدث عن لغة تاريخها يمتد إلى بابل وأشور وسومر، نحن نتحدث عن لغة يتحدث بها العالم وتحدث بها العالم على مدار مئات السنين لقرون عديدة، ونحن نتحدث باللغة العربية لقرون عديدة، ولغة العلم هي اللغة العربية، لغة الطب والهندسة والفلك وكافة العلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات. اللغة العربية والثقافة العربية هي مادة الإسلام. عندما انتشر الإسلام وعندما قام الإسلام العظيم قام على هذه الأسس وعلى هذه الركائز، ركائز اللغة العربية والثقافة العربية والموروث الحضاري العربي الإنساني، والتي أثرت وأغنت العالم على مدار قرون. يعني أنت ذكرت بأنها تعود إلى آلاف السنين، يعني هل ثمة إثراء ثقافي متمثل وظاهر وأثر البشرية قبل حتى ظهور الإسلام؟ بالتأكيد. أنت عندما تتحدث عن العرب، العرب تعرضوا لظلم تاريخي عندما يتم اقتصار
الثقافة العربية وحصرها فقط بالعصر الإسلامي أو بمجيء الإسلام، هذا يعد ظلم للعربية وظلم للثقافة العربية وللأمة بموروثها الحضاري الإنساني كمكون موجود في المنطقة منذ قرون في هذه الأرض، له موروث وله ثقافة وله ممارسات حضارية. يأتي أحدهم ويقول العرب كانوا قبل الإسلام أميين وليس لهم ثقافة وليس لهم حضارة، ماذا تسمي المعلقات إذن؟ ماذا تسمي سوق عكاظ الذي كان ظاهرة أدبية وثقافية دورية؟ ماذا تسمي اهتمام العرب بالخطابة وأن يكون لكل قبيلة خطيب وأن يكون هذا الخطيب هو الناطق الإعلامي باسم القبيلة؟ ماذا تسمي الشعر المكتوب والمؤلفات التي ربما لم تحفظ ولم يحفظها لنا التاريخ؟ نحن نتحدث عن ثقافة وموروث حضاري عميق. الإسلام جاء طبعا بالتأكيد كان هناك أثر عظيم للإسلام على الثقافة العربية، وأثر أدى إلى انتشار الثقافة العربية وإلى نهوضها وانتشارها في الأمم، بالتأكيد هذا بفضل الإسلام، هذا حقيقي وصحيح. ولكن الإسلام قام على من؟ ومن الذين قاموا بالإسلام؟ ومن الذين نشروا الإسلام؟ ومن الذين حملوا رسالة الإسلام؟ اختيار العرب للإسلام وليحملوا رسالة الإسلام، اختيار اللغة العربية لتكون هي اللغة المقدسة، اللغة الشريفة التي جاء بها القرآن العظيم، اختيار النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الرسل والأنبياء ليحمل رسالة للعالمين، هناك أبعاد كثيرة في هذا الموضوع. أولها أن اللغة العربية هي آلة، هي اللغة المثال لآلة النطق عند الإنسان، وهذا باعتراف شيوخ اللغة وشيوخ اللغات في العالم، هم يقولون، ومنهم حتى يعني لا بأس أن نستشهد بمقولته نعوم تشومسكي، يعني معروف هذا الشيخ اللغات في العالم، هو اليهودي الأمريكي، أيوة، هو يتحدث ويقول أن اللغة المثال التي تنطبق على آلة النطق عند البشر هي اللغة العربية واللسان العربي. واللسان العربي، لذلك اللسان العربي يمكن أن يحمل كل العلوم وأن يحمل كل المصطلحات لسعة هذه اللغة وعظمتها وكثرة مفرداتها. أنت تتحدث عن أغنى لغة في العالم، أنت تتحدث عن أوسع لغة في العالم، لذلك هي كانت لغة عالمية وستبقى لغة عالمية، وإن كنا الآن نمر بأزمة حضارية وتراجع في الدور الحضاري، لكن اللغة العربية، أنت لابد ربما سمعت الآن بمعجم الدوحة التاريخي الذي بدأ يعني يحاول أن يجمع يعني مصطلحات ومفردات اللغة العربية عبر مراحل عديدة، وانتهت منه المرحلة الأولى وانطلق قريبا. الكلمات التي يعني يرجى أن تجمع وأن يبحث في جذورها وفي أصلها وأول من تكلم بها إلى الآن، إلى هذه اللحظة 12 مليون و400 ألف و128 مفردة. أنت تتحدث عن هذا ليس موجودا في لغات أخرى، هذا غير موجود في لغات أخرى. اللغة الإنجليزية كم مفرداتها بكل ما فيها بقدر 150 ألف ربما كلمة، يعني مع كل مع تكرار الكلمات فيها 600 ألف مفردة يزعمون ذلك. الفرنسية لا تتجاوز 25 ألف مفردة، العبرية 7000 مفردة، التركية ربما 35 ألف مفردة بما فيها من كلمات عربية وأجنبية العربية في اللغة التركية تتجاوز، هم يقولون 30%، نحن نقول تتجاوز 60%، لأنه لا يوجد 6 كلمات في اللغة التركية، يعني كل 5 كلمات السادسة عربية. إذا شئت نعدد يعني فقط وعكس وهرشي وعيني شكل وكل هذه الكلمات ودفتر وقلم وكتاب وغيرها. اللغة العربية هي لغة إنسانية، لغة للبشرية جمعاء وليست فقط. أنت طبعا تركز في الحديث عن اللغة العربية كونها الحامل الأهم للثقافة العربية. أنا طيب أريد أن أدخل يعني طيب إلى لو أذنت لي يعني سأعود إليك، لكن هناك لابد من التمييز أو الحديث عن عندما نتحدث عن الثقافة العربية مدى الالتقاء أو الافتراق عن ما يسمى بالهوية العربية. هنا أريد أن أسأل الأستاذ محمد خليفة في ستوكهولم، يعني هل ثم تمايز بين الثقافة العربية والهوية العربية؟ هل الثقافة هنا غير الهوية؟
لم أسمع السؤال بشكل واضح أرجو. طيب سأعيد، تسمعني الآن بشكل جيد أرجو أن تسمعني. يعني عندما نتحدث عن الثقافة العربية، هل هذه هذا المصطلح هو مباين أو مختلف عما عن الهوية العربية؟ هل ثمة تباين بين المصطلحين؟ هل الثقافة غير الهوية هنا؟ الهوية هي نتاج الثقافة، والثقافة العربية هي أساس الهوية، تكونت عبر يعني آلاف السنين وليست حديثة، لكنها تطورت وأخذت أبعادا جديدة في كل عصر من العصور، هي قبل الإسلام شيء وبعد الإسلام شيء، بسبب أو بفضل امتزاج شعوب كثيرة دخلت الإسلام وتعربت، فاستطاعت أن تستوعب ثقافات أخرى لكنها هضمتها وتحولت إلى جزء من الثقافة العربية، كما أن الثقافة العربية الأصيلة أو الأصلية أصبحت جزءا من ثقافة تلك الشعوب الجديدة التي اعتنقت الإسلام وتعربت مع الزمن. لو أخذنا أمثلة أو ضربنا أمثلة بسيطة، مثلا ثقافة أهل شمال أفريقيا أو المغرب العربي، الأمازيغ أضافوا للثقافة العربية، والثقافة العربية أضافت لهم الشعب السوداني الذي تعرب بدون أي فتح أو بدون أي عامل سياسي أو عسكري، هذا الشعب أيضا بفضل امتزاجه بالثقافات الأفريقية والثقافة العربية استطاع أن يضيف للثقافة العربية يعني دماء جديدة، واستطاع أن يوصل الثقافة العربية الأصيلة إلى شعوب أفريقية عديدة. وهذا المثال يمكن أن نضربه في عديد من البقاع في العالم. خذ مثلا بلاد البلقان، حيث انتشرت اللغة العربية بمئات السنين وأصبحت لغة العلوم ولغة الثقافة ولغة الفقه والفقهاء. خذ مثلا أيضا في شرق آسيا، من أندونيسيا إلى ماليزيا إلى باكستان إلى الهند، الثقافة العربية دخلت كل هذه البلاد. هي الثقافة الوحيدة التي توجد وتستمر وتزدهر في جميع بلاد العالم. هناك ثقافة عربية يوميا تمارس ويكتب بها ويحكى بها في من البرازيل إلى أستراليا، من نيوزيلندا إلى جنوب أفريقيا، في كل بلاد العالم اللغة العربية يوميا تستعمل وتستخدم بالكلام بالكتابة بالفكر بالأدب بالإبداع بالعلوم. الهوية العربية هي نتاج عظيم أو محصلة لكل هذه الثقافات، ولا شك أنه العرب يعني أضافوا للعالم كله، أضافوا للحضارة الإنسانية حصيلة عظيمة وغنية ومتنوعة وعميقة على جميع الأصعدة. نعم. على الأصعدة العلمية وعلى الأصعدة الثقافية وعلى الأصعدة الروحية وعلى الأصعدة نعم. الأدبية والفنية. هو صراحة يعني تبيين مهم، مفصلة مهمة للثقافة والهوية كما تفضلت أستاذ محمد، وإن كنا سنتحدث عن القيمة الحضارية والتاريخية للثقافة العربية في مرحلة متقدمة من الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة، لكن لو أذنت لي أن أعود إلى الاستوديو لأسأل الدكتور شادي عن ثم علاقة عضوية بين الجغرافيا وبين المنتوج الفكري، الإنتاج الفكري والطبيعة الثقافية. هنا الطبيعة العربية جلها صحراوية، يعني كيف انعكست هذه الطبيعة على المنتج المعرفي والفكري العربي، وعلى تحديد ملامح وطبيعة هذه الثقافة العربية؟ بالتأكيد كل ثقافة لأمة هي مرتبطة بالبيئة، وهي نتاج البيئة التي تعيش فيها هذه الثقافة، أو من يحملون هذه المكونات، أو اللسان المشترك، أو العادات، لأن الثقافة هي مزيج من اللسان والسلوك والعادات والقيم والأخلاق، لذلك هي تكون عند الأمة التي تحمل ثقافة معينة، هي هوية
هذه الأمة وتعطي مؤشر عن أخلاقيات وقيم هذه الأمة. لذلك إذا نظرنا مثلا في الأوديسا يعني عندما نقلت هذه المجموعة الملحمية لتنقل تاريخ معين، قصائد هوميروس اليونانية بالضبط، هذه يعني تمثل تلك البيئة وتلك الظروف، الآلهة والجبال ونتاج البيئة التي يعيشونها، البحر والمغامرات والحروب، كل هذه القصص هي نتاج البيئة التي يعيشون بها. لذلك أنت تجد الإلياذة والأوديسا، لمن ينكرون على العرب مسألة رواية التاريخ يقولون إن الثقافة العربية مروية بألسن أصحابها أصلا، ونحن طبعا يعني نجابهم بقضية السند والإسناد في رواية أخبارنا وقصصنا وتاريخنا وملاحمنا الشعرية فيما يتعلق بمثلا الدحس والغبراء والبسوس وغيرها من المعلقات الشعرية والقصائد المروية التي ينكرها البعض، ومنهم من وصل إلى درجة إنكار الشعر الجاهلي وإنكار الموروث الحضاري العربي ما قبل الإسلام. هناك من مع الأسف من المستغربين نحن نسميهم وليسوا المستشرقين، بالعكس ربما كثير من المستشرقين يعني في كانوا منصفين في هذا السياق. أستاذ شادي، يعني ثمة من يقول بأن الإسناد الخاصية التي انفرد بها المسلمون يعني يعطي أكبر قدر ممكن من الموثوقية للتاريخ والثقافة العربية. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ هذا دقيق 100%. كيف ذلك؟ لأن يعني الموروث لا تجد، نحن حتى لو رجعت أنت إلى ليس فقط إلى الأوديسا والإلياذة، حتى إلى النقولات الغربية لا تجدها مسندة، تجد شخص ما تكلم قال حدث ذلك وروى قصة ربما ينسج 90% منها من خياله ثم تصبح أمثولة وتراث وموروث، بينما الموروث العربي تميز بالرواية والإسناد، الموثوقية في الرواية ومعرفة الأشخاص، ليس فقط في النص الديني وليس فقط في النص الديني طبعا، حتى في أيام العرب وقصصهم وأحداثهم وتواريخهم والمعلقات على جدار الكعبة. المعلقات، ظاهرة المعلقات هي أكبر رد ودليل على من يقول أن العرب لم تكن لديهم ثقافة قبل الإسلام، أو أن الإسلام هو الذي قام يعني النهوض بالثقافة العربية. الثقافة العربية كانت موجودة، والدليل على ذلك حتى في قراءتنا للموروث الحضاري العربي نحن مع الأسف نقرأ بنظرة المنتقص من ذاته إلى هذه اللحظة. الكثير منا ينظر إلى الموروث الحضاري العربي بالنقص والإزدراء ويقول كنا في جاهلية وكانوا العرب لكن جاهلين. لكن لو أذنت لي أستاذ شادي، أنا عندما سألتك عن تأثير الجغرافيا على المحتوى الذي قدمته الثقافة العربية، يعني بالتأكيد. بمعنى الخصائص العامة لهذه الثقافة انطلاقا من هذه الجغرافيا، بمعنى الثقافة العربية لنفرض جدلا قضية المعلقات والشعر والشجاعة والقتال، هل تأثرت هذه الثقافة وأصبحت تميل إلى الكرم وإلى الشجاعة، هذه السمات العامة لها بسبب الجغرافيا، أم أن يعني ثمة خصائص أخرى؟ بالتأكيد بسبب البيئة. البيئة، أنت شوف البيئة العربية بيئة عظيمة، بيئة ملهمة، بيئة ساحرة. الغرب يحسدنا، وأكثر من كاتب عربي كبير غربي كبير يحسد العرب على البيئة. وهناك طبعا لمن يعرف وأنت أكيد ربما البيئة والمناخ، البيئة والمناخ يؤثر كثيرا، يعني الجبال والخضار اللون الأخضر والأشجار هذا دائما يوحي إلى العقل بالإغلاق لأنه لا يعطيه المساحة للنظر والتأمل، للنظر والتأمل والتفكر. الصحراء أعطت للإنسان العربي أفق كبير للتفكير والتأمل، هذا أولا. ليس فقط الصحراء، الماء، رعاية الماشية والأغنام، التنقل المستمر، البيئة، التنقل من مكان إلى مكان، كل هذا جعل العرب يعيشون ظروف قاسية، ظروف صعبة. هذه الظروف خلقت فيهم أخلاق معينة. الذي يعيش في الصحراء في النهار له طريقة في التفكير والتأمل، وفي الليل له طريقة في التفكير والتأمل. العربي الذي يسافر على الإبل وعلى الفرس وينتقل من منطقة إلى منطقة في الليل والنهار، كل حالة لها يعني خصوصية وأنشأت شيء في ذات الإنسان العربي. العربي الذي يعيش بين الذئاب ويستطيع أن يقاوم هذه الظروف الصعبة وهذه البيئة، العربي الذي يأتيه الضيف وينقذ الملهوف ويغيث اللهفان، هذه سمات للثقافة، كل هذه السمات تسببت بها البيئة
ونتجت عن البيئة. لذلك انعكست على المحتوى الفكري هذه؟ بالتأكيد صقلت الشخصية العربية والنفس العربية. لذلك العربي من السهل عليه طبعا بالتأكيد جعلته قويا، جعلته قادر على التحمل والمواجهة، وجعلته قادر على العطاء. هذا سؤال عن هذا ربما يتعلق بخصائص الإنسان العربي، لكن أنا أريد أن أعرف منك باختصار قبل أن أذهب إلى السويد من فضلك، كيف انعكست هذه الخصائص المتولدة من البيئة العربية على المحتوى المعرفي شعرا وأدبا وفلسفة وعلما؟ كيف تجلى هذا الانعكاس؟ تجلى ذلك طبعا في النتاج العربي، بالنتاج الحضاري والتراث والموروث، فيما جاءنا من قصائد، فيما جاءنا من موروث حضاري، يعني تراث مليء يعني بالإنتاج الثقافي الأدبي. هذا هو وليد البيئة. العربي عندما يتحدث يقول عندما جاءه ضيف ولم يستطع يعني أن يقدم له الطعام كاد أن يذبح ولده، يعني فحنت له ظبية فذبحها وقدمها، الصيد، الغزلان، كل هذه البيئة موجودة أين؟ حاضرة في القصيدة العربية. نعم. العربي عندما يتغزل بمحبوبته بما يصفها بالقمر وبالقمرية وبالليل وبالنجوم وبالمها، لذلك العربي هو ابن البيئة. عندما تجد المقدمات الطلالية موجودة في كل القصائد العربية، وبقيت المقدمة الطلالية ظاهرة في القصيدة العربية إلى وقت متقدم. الأندلس، البيئة في الأندلس عندما انتقل العرب، يعني هذا تعزيز لما قاله الأستاذ قبل قليل في أن العرب نقلوا ثقافتهم وأثروا بالأمم الأخرى. العرب في الأندلس يعني ما الذي قدموه؟ طيب هذا أريد ظاهرة ثقافية عجيبة للأندلس. دعنا نتحول إلى وأذنت لي إلى ستوكهولم. أستاذ محمد، لعل من أبرز مقومات الثقافة العربية هي الإسلام بما يحويه من منظومة عقائد وآداب وأحكام وأخلاق واللغة العربية. لو تحدثنا وتشرح لنا عن كيف أسهم هذان العاملان في إثراء هذه الثقافة العربية. يا سيدي، أولا لابد أن نقول أن اللغة العربية قديمة جدا، سابقة على الإسلام، وهناك من يقول أنها سبقت الإسلام بعدة آلاف من السنين، لأنه تحدثها سيدنا إسماعيل، وهناك من يقول أنه يعني تحدثها أنبياء آخرون أو رسل آخرون. هذه اللغة العربية كانت متطورة جدا، متطورة بالمحتوى ومتطورة بالشكل، ولذلك الإسلام أو الله عز وجل اختارها حاملة لخطابه إلى الناس كافة، واختارها لتكون معجزة القرآن في خطابه وفي تحديه وفي رسالته إلى الأمم وإلى كل العصور. ولذلك هذه اللغة كانت مهيئة لأن تكون لغة عالمية قبل الإسلام. فعندما جاء الإسلام ونزل بها الوحي ونزل بها القرآن أصبحت لغة عالمية. عندما حصل انتشار الإسلام وحصلت الفتوحات أصبحت اللغة العربية لغة عالمية بالضرورة، يتحدثها جميع المسلمين في العالم، وهي ما زالت حتى اليوم هكذا. هي لغة يعني يحكى بها ويرتل بها القرآن ويتعلمها الجميع في جميع مساجد العالم، بمعنى أنه ليس هناك مكان في العالم إلا واللغة العربية فيه. أصبحت حاملة القرآن، اللغة العربية أصبحت حاملة القرآن، وأصبح القرآن حاملا للغة العربية إلى الناس كافة. وهذه الخاصية مستمرة حتى اليوم وستستمر إلى يوم القيامة. هذه فرادة، هذه ميزة فريدة لم تحصل ولم تكتسبها أي لغة أخرى أو أي دين آخر. يعني خذ المسيحية، المسيحية ليست مرتبطة بأي لغة، واليهودية ليست مرتبطة إلا بالعبرية، ولكن العبرية محدودة واليهود قوم محدود العدد. أما اللغة العربية فهي تنتشر وتستمر باستمرار مع الزمن ومع الجغرافيا. نعم. بدون حدود وبدون حواجز. نعم. من يتكلم اللغة العربية اليوم في العالم يزيدون عن 600 مليون،
وهذا العدد مستمر في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، في أمريكا الجنوبية. ولذلك هذه الخاصية غير يعني تتحدث عن عشر سكان الكرة الأرضية تقريبا. نعم، وأكثر من هذا أنا أريد أن أضيف لما يعني ما قاله الزميل، هناك شيء يعني فريد من نوعه لم يحصل غير في اللغة العربية والثقافة العربية. نعم. بفضل الإسلام والتفاعل بين الثقافة العربية وبين الإسلام. يعني خذ أفلاطون، عفوا أرسطو عنده خمس كتب، عنده خمس كتب عن الحيوان، عن عالم الحيوان. هو يقول إنه ثلاث كتب من هذه الخمسة استوحى وأخذ المعلومات منها أو حولها كلها من اللغة العربية، من الشعر العربي في الجاهلية قبل الإسلام. إذا الشعر الجاهلي كان لغة علم أيضا، لغة متطورة جدا. نعم. ثلاث كتب من كتب أرسطو عن الحيوان أخذ المعلومات من الشعر الجاهلي. استوحى محتواها العلمي من البيئة العربية ومن القصائد العربية. هو هذا الانتشار الذي تحدثت عنه أستاذ محمد، الانتشار الجغرافي الذي تحدثت عنه للغة العربية، ربما أدخل أقواما كثيرين من غير العرب لكي يساهموا في إثراء المحتوى الثقافي العربي. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، هذا فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الحديث. نتجول في عقول الشعراء، الشاعر كتاب حياته، كتاب تجربته وإبداعاته، ألوان إبداعية متعددة وأساليب شعرية مختلفة، لكنها جميعاً تصب في إناء واحد. بيت القصيد إطلالة على القلوب بالدخول إلى العقول. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الثقافة العربية من حيث مقوماتها وخصوصيتها. في الاستوديو أستاذ شادي، يعني قبل قليل كان ضيفنا من ستوكهولم أستاذ محمد يتحدث عن انتشار اللغة العربية. هذا الانتشار أدخل كما هو معلوم أقواما كثيرة إلى دائرة الثقافة العربية، فأنتجوا وكتبوا وأقرضوا الشعر في اللغة العربية. السؤال هو لماذا اختار المسلمون من غير العرب وهم ينتمون إلى ثقافات وحضارات عريقة كالفرس والهنود وإلى آخره، لكن اختاروا أن يدونوا علومهم وفنونهم ويقرضوا شعرهم كله باللغة العربية؟ ما السبب الذي جعلهم يدفعهم إلى إثراء هذه الثقافة من خلال اللسان العربي وليس من خلال لغتهم؟ كما أشار الأستاذ قبل قليل، الحضارة العربية ممتدة وهي مرتبطة أصلا وكانت لصيقة بهذا الجوار، وكانوا يعرفونها أصلا، وكان هناك تلاقي بين الحضارتين. هناك كلام بعيد فيما يتعلق باللغة العربية وأصلها. اللغة العربية أول قانون كتب في اجتهاد البشرية، قانون حمورابي، كتب بالعربية التي هي الأم الآرامية، والعربية بنت الآرامية. فأنت تتحدث إذن عن لغة عالمية كانت معروفة ومتعارف عليها حتى من قبل الإسلام بين الأمم. ولكن بالنسبة للعلماء المسلمين من غير العرب، كانت وسيلتهم أصلا في ذلك الوقت هي اللغة العربية، لأن اللغة العربية في ذلك الوقت كانت اللغة التي تحكم العالم، لأنها لغة العالم في ذلك الوقت، لغة العلم في ذلك الوقت. اللغة العربية مثلت مفتاح العلوم
لأن العرب في ذلك الوقت مع نهوض الإسلام وانتشاره مثلوا قيام حضارة جديدة، وقيام حضارة مقومها الأساسي ومفتاحها اللغة العربية. العلماء هؤلاء الذين العلماء من غير العرب والذين دخلوا إلى الإسلام وسيلتهم كانت للتعلم هي اللغة العربية، كانوا يأتوا من روما ومن أوروبا ومن كل مكان إلى الدول العربية وإلى المنطقة العربية لكي يأخذوا العلم ولكي يتعلموا، وكانت وسيلتهم للتعلم اللغة العربية. لذلك كان السبب الرئيسي، هل كان لغزارة اللغة العربية وقدرتها على التعبير مثلا ربما؟ بالتأكيد، لأن اللغة العربية لغة غنية جدا وكانت ثرية جدا وقادرة على وصف أدق الأشياء. وأنت تعلم اللغة العربية تصف الشيء الواحد أو الجزء الواحد بصفات عديدة، لذلك الشيء الدلالة على الشيء في اللغة لها مفردات كثيرة تدل عليه. أنت تتحدث عن أكثر من 100 اسم للأسد في اللغة العربية، وأجزاء الجسم كذلك، ومسميات اللغة الواسعة. لذلك كم عز أقوام بعز لغاتي يا أستاذ، عندما تقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن توصيف آلة وترتيب أسماء لمخترعاتي أو وضع أسماء لمخترعاتي؟ اللغة العربية لم تضق يوما عن وصف الأشياء. هناك كلام حتى عند شيوخ اللغة وفقهاء اللغة أن اللغة العربية هي لغة الأسماء وهي لغة آدم التي تحدث بها آدم. أنت تتحدث عن لغة أصيلة ضاربة في عمق الحضارة البشرية. لذلك العرب والعلماء حتى العلماء المسلمين وغير العرب كانت وسيلتهم للتعلم، وسيلتهم لنشر العلم وكتابته وتعليمه اللغة العربية، لأنها في ذلك الوقت كانت اللغة العالمية، لغة العلم تترجم إليها العلوم وتترجم منها العلوم. ولذلك اللوغاريتميات التي أو الخوارزميات هي أخذت من اللغة العربية. السوربون وهارفرد بقيت تدرس الطب والجبر والرياضيات والهندسة إلى يعني وقت قريب، يعني إلى قبل 100 سنة كانت تدرس باللغة العربية. ألمانيا اعترفت في عام 2012، أصدروا فيلم وثائقي كبير اعترفوا فيه أنهم نسخوا ونحلوا إلى أسماء علماء ألمان أكثر من 100,000 مخطوط ألفوها عرب ترجموها إلى الألمانية ونسبوها إلى أنفسهم من نتاج العربي. النتاج الموروث العربي يا أستاذ حتى من بعد الإسلام إلى الآن الذي تم تحقيقه من المخطوطات والموروث والتراث العربي إلى هذه اللحظة كم؟ 100%. هل لك أن تتخيل أن تعطيني نسبة كم هو الذي تم تحقيقه فقط إلى يومنا هذا من الموروث الحضاري العربي؟ 10% يا أستاذ ما تم تحقيقه وإخراجه لنا الآن. كل هذا الثراء الذي تتغنى به البشرية في موضوع الثقافة العربية 10%؟ 10% هذا ما تم إخراجه إلينا من المحققين إلى هذا اليوم. وبقية التراث العربي والموروث الحضاري العربي والإنساني الحضاري القديم إلى الآن لم يتم تحقيقه وإخراجه للبشرية. أنت تتحدث عن موروث حضاري ضخم، موروث حضاري تغير لون دجلة والفرات عندما ألقى التتار ما ألقوه من كتب فيها، موروث حضاري لم ينسه ولم يستطع أحد أن ينسئه التاريخ وينسئه طيب. البشرية. هنا ربما يعني معذرة أستاذ شادي على المقاطعة، ولكن مضطر أن أذهب إلى العربية اللسان طبعاً. نعم، أريد أن أبني على ما تفضلت به لأسأل أستاذ محمد في ستوكهولم، يعني مقارنة بالثقافات والمحتوى الفكري الذي قدمته الأمم الأخرى، ما أبرز خصوصيات الثقافة العربية على مستوى المحتوى الذي قدمته؟ يا سيدي، اللغة العربية هي من أهم خواصها، من أهم مزاياها الدقة، الدقة المطلقة. ولذلك اختارها الوحي يعني لإنزال القرآن أو الرسالة الإسلامية. طيب أستاذ محمد، ربما تكلمنا بما فيه الكفاية عن اللغة كحامل لهذه الثقافة، ولكن على مستوى المحتوى الثقافي الذي قدمه العرب في العالم نريد أن نتحدث عن خصوصية هذا المحتوى مقارنة بثقافات أخرى. مثلا يعني الحضارة الغربية ركزت كثيرا على المجردات، الفلسفة والمادية. أريد أن أستفسر منك وأن أسألك عن المحتوى الذي قدمته الثقافة العربية وخصوصيتها في هذا المجال مقارنة بثقافات أخرى. يا سيدي، أنا أعتبر أن اللغة العربية هي يعني ذات وجوه مختلفة وذات أبعاد مختلفة وذات محتويات مختلفة. خطأ
من يقول أن اللغة العربية هي لغة الأدب ولغة الشعر أو لغة الدين، هي لغة العلوم ولغة الدين ولغة الثقافة ولغة الحضارة. ولذلك الحضارة العربية كانت قابلة للانتشار، وكانت الثقافة العربية قابلة للانتشار وقابلة للتفاعل مع جميع اللغات وجميع الثقافات الأخرى. يعني ما الجوانب التي ركزها عليها العرب في إنتاجهم المعرفي أستاذ محمد؟ في كل عصر ركزوا على شيء مختلف، وفي كل بيئة ركزوا على شيء مختلف أيضا. في البداية كان التركيز على الفلسفة أيضا، الشعر الجاهلي شعر فلسفة، شعر تأمل وشعر عواطف ومشاعر، شعر الحب وشعر الغزل، وكان شعر العلوم أيضا شعر حامل للعلوم. كما قلت أرسطو أخذ 3 كتب من كتبه من الشعر الجاهلي من الشعر العربي. اللغة العربية والثقافة العربية اليوم حتى اليوم فيها التسامح، فيها قيم التسامح. ليس هناك لغة أخرى تحمل هذا القدر من التسامح، من التعايش، ثقافة، محتوى ثقافي. أين تجلى لك هذا التسامح في المحتوى الثقافي والفكري والمعرفي الذي أنتجه العرب بعيدا عن اللغة التي أشبعناها بحثا؟ في على سبيل المحتوى، المؤلفات، القصائد، العلوم التي أنتجوها، هذا المحتوى كيف برز لك التسامح فيه؟ التسامح الآن يعني نحن مستوحى لأنه من النص القرآني، من النص الإسلامي، حتى من البيئة. قبل الإسلام كان هناك في الجزيرة العربية كل الأديان كانت موجودة ومتعايشة وبدون أي تصادم. كانت هناك اليهودية، وكانت هناك النصرانية، وكانت هناك الوثنية، وكانت هناك الإلحاد، لكن كل هذه الثقافات تعايشت ولم تصطدم. هذا انعكس في ثقافة الناس وفي تراث العرب وفي رسالة العرب، وجاء الإسلام ليثبت ويؤكد هذه الميزة. فحيثما انتشرت اللغة العربية وانتشر معها الإسلام، هي ثقافة تحض على التعايش والتسامح، ولا تحض على العنف أو الإرهاب أو التصادم مع الآخرين. يعني هذا أمر لصيق باللغة العربية وبالثقافة العربية، حتى كما هو لصيق حتى أفيد نعم نعم أستاذ محمد، حتى أفيد منك ومن ضيفي في الاستوديو. يعني سأعود إليك مرة أخرى إذا أسعفني الوقت، وأرجو الاختصار أستاذ شادي. يعني ما القيمة الحضارية والثقافية التي تمتعت بها هذه الثقافة العربية، القيمة الحضارية، وماذا قدمته للبشرية من محتوى منتوج؟ الثقافة العربية ثقافة حب وتسامح وعلم وأدب وإنسانية. لذلك الأستاذ أشار إلى قضية مهمة هنا، عندما تتحدث عن الثقافة العربية أينما حلت وأينما انتقلت كانت عنصر مؤثر في الأمم الأخرى. لذلك فنون بأكملها، أنواع فنية وأدبية وشعرية وغنائية، العرب هم الذين نقلوا الموسيقى إلى الأندلس. يا أخي، أوروبا لم تكن تعرف الموسيقى، العرب زرياب هو الذي أدخل الموسيقى والمقامات الموسيقية إلى أوروبا. الأندلس كانت نقطة التقاء حضاري كبير للفن والثقافة والإنسانية والحب وقيم التسامح. ثراء اللغة وقدرة الإنسان العربي على أن يؤثر في الآخرين انتقلت من الأندلس، وحتى في العصر العباسي قدرة الإسلام على استيعاب الأمم الأخرى، ما الذي مكنه من ذلك؟ قدرة العربي على التأثر والتأثير في الآخرين. وهذه الثقافة مرتبطة بخصائص الإنسان العربي، وهذه متعلقة بالإنسان العربي المحب للآخرين، المستقبل لهم، البشوش بهم، القادر على استيعابهم وقبولهم. الإنسان العربي استقبل يعني كل تتحدث الأمم. تتحدث كما هناك عن كرم الطبع يعني. طبعا هذه من سمات العرب ومواصفاتهم الخاصة، والدليل على ذلك انعكست على ما انتجهم من القبائل العربيه. طبعا كان فيهم الملحد، وكان فيهم اليهودي، وكان فيهم قبائل الوثني. نعم. نعم، وكانوا مستوعبين بعضهم البعض ويقبلون التسامح. يا اخي عندنا شواهد، بلاد الشام هذه التي احتضنت كل الاديان، العراق التي استقبلت كل هل يوجد دين خرج في البشريه؟ لا، ما خرج من العراق. يا اخي العربيه هذا الوعاء الجامع للبشريه. الإنسان العربي على مر التاريخ قابل للآخرين ومستوعب لهم وقادر على استيعابهم في ممالك، في أمم. تاريخ مليء يا أخي بقدرة الإنسان العربي على تقبل الآخر. الدليل على ذلك، من الذي
أذكى الروح العنصرية والطائفية في الأمة العربية الإسلامية إلا عندما جاء الاستعمار وجاء الغرب، أو الذي أسميه الاستدمار، وأنا كتبت هذا في كتابي، منذ غلادستون وفيلهام سيبيتا الذين أرادوا أن يدمروا العرب وأن يدمروا الثقافة العربية من خلال دس هذه الخلافات السياسية. حقيقة يعني أفكار جميلة طرحتها، حتى أعود إليك لو أذنت لأستاذ شادي، يعني لم يبقى إلا القليل من الوقت. مؤشرات كثيرة تغلب قبيلة عربية مسيحية يا رجل. طيب سأعود إليك، لكن دعني يعني أختم مع الأستاذ محمد خليفة، وأيضا ألتمس منك الاختصار. يعني الأب اليسوعي الإسباني خوان أندريس ألف كتابا في 7 مجلدات تحدث فيه عن أصول كل الآداب وتطورها وأحوالها الراهنة، ذكر فيه أن الثقافة، أن الحضارة الأوروبية بما هي أنجزته من منجزات كبيرة مردها إلى ما أخذته عن حضارة العرب المسلمين. هل وضحت لنا بدقيقتين وأرجو المعذرة كيف تجلى هذا التأثير؟ يا سيدي، كانت يعني أوروبا بلاد يسودها الجهل والظلم، والظلم والظلام حتى وصول الإسلام ووصول العرب. العرب نقلوا أو أعادوا إحياء التراث الإنساني، ليس فقط الثقافة العربية، أعادوا إحياء الثقافة والتراث الهندي والتراث الإغريقي ونقلوه إلى العالم. العرب هم الذين يعني أوقدوا شموع النهضة، ما يسمى عصر النهضة. الرنسانس في أوروبا كان بفضل العرب، حتى عندما خرج العرب من بعض المدن أو الممالك في جنوب إيطاليا على سبيل المثال، بقيت الثقافة العربية وبقيت اللغة العربية. اذهب الآن إلى مالطا، أنت ستستمع إلى لغة عربية هجينة لكنها لغة عربية. وزارة الخارجية في مالطا تسمى المينستير تاع البرانية، ووزارة الداخلية تسمى مينستير تاع الجوانية. نعم. هذه لغة عربية، الطريق والنهج والشارع هذه مفردات في اللغة المالطية. طيب اذهب إلى ألبانيا، اذهب إلى اليونان. قال لي أحد كبار المستشرقين في اليونان، قال لي وكان يمسك بيديه القاموس اليوناني واللغة اليونانية قديمة وعريقة أيضا وجميلة، قال لي هل تعلم كم ألف كلمة في هذا الكتاب أصلها عربي؟ نعم. أريني لغة واحدة في أوروبا. نعم. وهذه واحدة ليس فيها مئات أو عشرات الكلمات العربية. وهذه كما تفضلت أستاذ محمد، يعني كلها من مظاهر التأثير، تأثير الثقافة العربية في الثقافات والحضارات الأخرى. يعني هنا الأوروبية. نعم. نعم. النهضة الأوروبية مدينة. نعم. للثقافة العربية. نعم. هذا للعرب نفسهم. طيب هذه الفكرة، هذه الفكرة دمشق، هذه الفكرة قد بسطتها. أشكرك شكرا جزيلا على هذا البسط وهذه الإفاضة التي قدمتها في هذه النقطة بالذات، لكن مضطر أن أعود إلى الاستوديو لأختم معك أستاذ شادي. نعم. يعني هل يمتلك العرب اليوم وعيا حقيقيا بهذه الثقافة وبقيمتها وبتأثيراتها؟ مع الأسف الشديد، العرب اليوم في حالة مزرية من خلال نظرتهم الدنيا لثقافتهم ولقيمتهم الحضارية، وهناك خلط وإشكال كبير بين الدور الحضاري الذي نحن الآن في ذيله مع الأسف الشديد، وهذا من سنة الله في الكون. الأمم تتقدم وتزدهر وتسيطر اللغة السائدة للأمة القوية، ونحن الآن نمر في مرحلة ضعف. أين يتجلى لك عدم الوعي العربي بثقافتهم؟ في حالة العزوف، في حالة الانسلاخ عن الهوية العربية، أو أن البعض يستحي من ثقافته العربية وهويته العربية ويحاول أن يتقمص الأسباب. أدوار ثقافات أمم أخرى، أو أن يستدعي الأسباب. العزة في ثقافة أمة أخرى، هذه هي الأسباب الإشكالية. برأيك الأسباب هو حالة الضعف السياسي والتشرذم والحرب التي تشن على الأمة العربية منذ ثلاثة قرون. العرب والثقافة العربية تحارب يا أستاذ من وقت مبكر. أراد غلادستون أرادوا أن يكتبوا كتاب القاهرة وأن يغيروا لغة التعليم. ما هو السبب؟ لأن الطالب الطفل العربي كان يدخل إلى الكتاب ويدخل المدرسة في عقله 55 ألف مفردة عربية من كتاب الله فقط من القرآن.
كان في حين أننا اليوم يدخل الطالب إلى المدرسة بفضل التدريس الغربي والمنظومة الغربية الجديدة والطارئة علينا، يدخل وموروث من الكلمات 500 مفردة يا أستاذ. نعم، هذه هي هذا هو الفرق. طبعا الحديث له بقية وربما يحتاج إلى حلقات أخرى. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شادي. مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ شادي أبو عويمر الباحث والأكاديمي، وكذلك الشكر موصول للأستاذ محمد خليفة الكاتب والشاعر، كان معنا عبر سكايب من ستوكهولم. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.